هذه السباقات الممتعة ومن هذا الإنجاز اليوم للشحانية. بالفعل مبروك أهل الدوحة، مبروك دولة قطر الشقيقة على هذا الإنجاز والإبداع والمنافسة حقيقة والتحدي ما بين جميع هذه الأشواط، نقول لهم ألف ألف مبروك. فلتفضل الآن رئيس مجلس إدارة نادي الهجن الكويتي سيمان عبد واس العجمي، وكذلك أيضا ضيوفنا الكرام من دولة قطر الشقيقة، وكذلك أيضا محمد بن صويان الهاجري أعضاء مجلس إدارة، وأيضا الربيع فراج العجمي من السر العام لنادي الهجن الكويتي في مشاركتهم. طبعا إليكم هذه النتائج وأيضا تسليم هذا الجواز أخوي رئيس اللجنة الإعلامية فهد عويض العجمي، تفضل طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوط الأول لهذا اليوم كان مخصص الثنائي أبكار رئيسي، والجائزة عبارة عن خنجر تخليدا لذكرى المغفور له مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، وفازت به حلب الهجن الشحانية ضمرها محمد خالد العطية. السيد محمد خالد العطية يستلم خنجر. الشوط الثاني لهذا اليوم كان مخصص لثنايا قعدان رئيسي شيوخ، والجائزة عبارة عن كأس فاز به الأسد الهجن الشحانية ومضمره جاسم سالم جابر سالم جابر الفرع المري. كأس كأس كأس. سيد سالم بن فراء المري يستلم الجائزة، وهو كأس مقدم من لجنة منظمة عليا البطولة. ألف ألف مبروك لجنة الشحانية. أما بالنسبة لشواط الجذاع، فش كان الشوط الرئيسي هو جذاع أبكار رئيسي شيوخ، والجائزة عبارة عن خنجر تخليدا لذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز، وفازت به دمعة لجنة الشحانية ومضمرة سالم فاران المري من دولة قطر. ألف ألف مبروك. سالم فاران المري يستلم الجائزة عبارة عن خنجر مقدم من لجنة منظمة البطولة العليا تخليدا للذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز. أما بالنسبة شوط جذاع قعدان رئيسي شيوخ، جائزة عبارة عن كأس وفاز به الفائز الهجن الشحانية ومضمره سالم فرال المري. ألف ألف مبروك. قدم الكأس السيد حسين مانع دواس السيد سالم فران مري. أما بالنسبة لأشواط اللقاية، كان من أهمها شوط لقاية أبكار رئيسي شيوخ، وجائزته عبارة عن كأس وفازت به النحاوي وفازت به ملامح لجنة الشحانية ومضمرة سالم فراء المري. ملاحة سالم فراء المري يستلم الكأس. وختاما كان الشوط الرئيسي اللقيان قعدان رئيس الشيوخ، وجائزة عبارة عن كأس وفاز به النحاوي للشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. ألف ألف مبروك. مضمر النحاوي استلم الكأس من السيد ربيع فراج العجمي مدير البطولة. ألف ألف مبروك الهجن الشحانية لهذا اليوم، وصورة جماعية لهجن الشحانية بجميع الرموز التي حصلوا عليها لهذا اليوم.
مع أعضاء مجلس الإدارة. ألف ألف مبروك وشكرا طبعا. بالفعل مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الصورة المميزة.